شعار في المناطق المحررة، شعار اختصر المشهد المأساوي المهيمن على المحافظات الجنوبية التي دحرت منها ميليشيا الحوثي الانقلابية قبل 3 أعوام. منذ أكثر من عامين تواظب أمهات وزوجات وبنات المعتقلين والمخفيين قسريا في محافظات عدن وحضرموت ولحج وأبين على عقد وقفات وإطلاق صرخات استغاثة للمطالبة بإطلاق العشرات من ذويهن المعتقلين والمخفيين قسريا. إن ما يحدث لأبنائنا المعتقلين والمخفيين قسرا من أساليب تعذيب وحشية ومروعة تنتهك كرامتهم وتنداس فيها إنسانيتهم داخل السجون والمعتقلات السرية، تحتم على الجميع حكومة ووزارة حقوق الإنسان ومنظمات إنسانية وحقوقية وناشطين الوقوف بحزم لوقف هذه الانتهاكات والكشف عن مرتكبيها. ومع كل جثة هامدة يلقى بها خارج المعتقلات الإماراتية في هذه المدينة جراء التعذيب الذي لا يتوقف للمعتقلين والمخفيين قسريا، يستبد بهؤلاء النسوة الخوف والقلق والفزع من مصير مشابه قد يتعرض له ذويهن في هذه المعتقلات سيئة الصيت. يعني من سنتين احنا نترك اولادنا اينهم؟ اولادنا واخواننا وازواجنا، يعني الاخفاء قسري والخوف عم الامهات، يعني بدال ان منا احنا واحد اسمه اللحقي اخرج التعذيب ولا جنازه ولا شيء، يعني الخوف عم من احنا. أحدث وقفة عقدتها رابطة أمهات المعتقلين والمخفيين قسريا لا تبعد كثيرا عن مقر إقامة الرئيس عبد الرب منصور هادي في قصر المعاشيق، وذلك بعد أكثر من أسبوع على عودة الرئيس وحكومته إلى العاصمة السياسية المؤقتة عدن بعد إبعاد قسري عن عاصمته استمر لأكثر من عام. عادت السلطة الشرعية إذن لتواجه هذه التركة الثقيلة من التحديات التي وضعها التحالف أمامها على أكثر من صعيد، فيما تبدو قضية المعتقلين البعد الأكثر حضورا في مشهد العنف والقتل المستمر في عدن والذي حصد 24 إمام وخطيب مسجد واستهدف عشرات آخرين من الناشطين والضباط من الجيش والأمن. حسبي الله ونعم الوكيل، يخرجون في الليل كأنهم سلاح عرايا. حرمات يا عبد الرب منصور، انتهكت الحرمات في بلادك هذه. صيحات ذوي المعتقلين والمخفيين قسريا لم يعد بالإمكان إخفاؤها أو مداراتها، ولم يعد أمام الحكومة من سبيل سوى وضع حد لمعاناة هؤلاء الأسر وذويها الذين يقبعون في سجون سرية تقول الحكومة الإماراتية إنها باتت تحت إشراف الحكومة الشرعية، وذلك ردا على تقارير صحفية استقصائية كشفت عن أحدث الممارسات والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في هذه السجون من بينها الاعتداء الجنسي. فرح الناس بعودة الرئيس وها هم يلقون بحملهم الذي تنوء به الجبال على كاهله، مطالبين فقط بأن تقوم الدولة وأجهزتها القانونية بدورها في التعامل مع هؤلاء المعتقلين وإنهاء معاناتهم. نحن سعداء بك يا فخامة الرئيس عبد رب منصور، أفرحونا الله يفرحكم، نناشدكم أطلقوا سراح الأبرياء. لم تهنأ عدن يوما بتحريرها ولا بعودة السلطة الشرعية إليها، فهل تستريح هذه المدينة بعد رحلة عناء لأكثر من 3 أعوام في خضم الحرب والانفلات الأمني وعدم الاستقرار؟